يعني للاستاذ مكرم وعدنا نتكلم عنه يعني لن يستغرقوا ساعات طويله، لان الحقيقه مواقف الوطنيه ومواقف الصحفيه ومواقف العربيه مواقف كتيره جدا صعب جدا ان احنا نحصرها في دقائق معدوده. خالص العزاء للاسره الصحفيه كلها والوطن العربي. طبعا النهارده احنا يعني بنعزي الاسره الصحفيه والاعلاميه كلها في وفاه الاستاذ مكرم. الاستاذ مكرم الحقيقه مقاتل شريف، دافع عن حريه الصحافه ودافع عن حريه الاعلام، ولم يتأخر في يوم من الأيام من تبني قضايا الحرية والديمقراطية. وحتى في أحلك اللحظات اللي مرينا بيها كان الأستاذ مكرم دايما واقف في ظهر البلاد وكان بيدافع ويقاتل. وما ننساش في فترة الإخوان المسلمين لقينا الأستاذ مكرم الحقيقة يعني بيعبر تعبير صادق وأمين عن ضمير الشعب المصري، وبيقاتل وبيحارب وبيحضر الاحتفالات. يعني نتمنى ان يعني الله يتغمده بواسع رحمته. يا جماعه شايفين الجماعه الصحفيه والاعلاميه ومصر كلها واقفين، يعني المشهد في تشييع جنازه الاستاذ مكرم ده بينم على مدى اهميه هذا الرجل واللي قدمه للصحافه وقدمه لمصر، رجل وطني. شايفين هذه الاعداد كلها جايه للاستاذ مكرم الله يرحمه، راجل عنده 86 سنه. اعتقد انه ده خير جزاء، الجنائز دي هي اللي بتعكس اهميه هؤلاء وإخلاصهم. أستاذ مكرم محمد أحمد فارس ترجل أخيرا، وأعتقد أنه آخر حبات العقد الفريد في الصحافة المصرية والعربية. وأنا بقول أنه ده دي شهادة ليه، لأستاذ مكرم الله يرحمه ويحسن إليه. ترك لنا الكثير من المبادئ بنحافظ عليها، وإن شاء الله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة.